يا إلهي، أصبح المسلمون على مد النظر، كثروا جدا، آذيناهم حتى خرجوا من مكة، لكنهم الآن يعودون متحدين وفيهم خيرة قادتنا ليرفعوا صوت الأذان. وغدا بالتأكيد سيدخلونها بعد غياب. الآن تيقنت أن الله هو الذي أيدهم بنصره. أين أنت يا أبا سفيان؟ لما تأخرت؟ ما هي أخبار زوجي؟ لم يره أحد يا سيدتي هند. أين هو؟ سيدخل المسلمون مكة غدا وأهل مكة مذعورون. أنا سأتولى الأمر. لكن يا سيدتي، اجمع لي كل النساء والرجال، فليدافع الجميع عن مكة، سأقودهم بنفسي. هيا هند. سيدتي أنا. أحضري سيف سيدك بسرعة، لا تقفي هكذا. هيا سيدتي، لكنهم عائدون إلى بيوتهم، لا يريدون سفك دم ولا حربا. السيف حالا. أرجوك سيدتي دعي إراقة الدماء. لماذا أنت مهتمة إن ذبح المسلمون؟ قولي. لأنني مسلمة. وحق الآلهة تستحقين الموت. وبحق الله سأبقى مسلمة، فالإسلام منحني العزة والثقة، أما شرككم فقد أذل المرأة. ويحك، سأنتقم للآلهة منك. آلهتك هذه جماد بلا حياة، وعبادتكم لها جلبت الشر لمكة، صرت عبدة في هذا المنزل بسبب وفاة زوجي، وحكمت علي معتقداتكم بأن لا أرث شيئا من بعده. لقد أخذوا كل ممتلكات زوجي وباعوها وباعوني معها كأنني أحد جماله. حتى عندما ولدت طفلتي أخذوها مني. معتقداتكم تقتضي بأن تعاد الفتيات وهن أحياء ويقدمن قرابين لتلك الآلهة. يا له من ظلم. وهل تظنين أن وضع المرأة أفضل في الإسلام؟ بل أعلم يقينا أن مكانتها عالية. غبية، لقد خدعك محمد بأقواله. لا، إنه شرع الله تعالى، فكلام الله في القرآن هو دستور المسلمين. لنسيبة بنت كعب الأنصارية قصة، عساها تقنعك، اسمعيها وستعرفين قدر المرأة. استعد، ما يحق لك استخدامه 3 أسهم. هيا. أحسن، ممتاز. دعني أحاول. نسيبة، ولكنها للرجال. لما؟ لأنها هكذا هي. النساء شقائق الرجال. من أين جئت بهذا؟ إنه كلامك، ولم يقل القرآن بهذا، صحيح؟ يا رسول الله، حضرت نسيبة لرؤيتك. السلام عليك يا رسول الله. يا رسول الله، ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. نسيبة. البراء. أبشري، لقد نزلت بأم سلمة الآيات التالية،
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات. صدق الله العظيم. الحمد لله. ما هذا؟ امرأة تطلق السهام كالرجال ونبي يأخذ بمشهورة امرأة؟ هي الحقيقة. أي حقيقة؟ محمد مستعد لقول أي شيء ليتزعم مكة بدلا من أبي سفيان. ليس هناك أي وحي ولا نسيبة. اسألي زوجك إذن، لقد قابلها. حدث هذا منذ سنوات. براء، خذني معك إلى مكة. قلت لك أن النساء... أعرف، ستقول لي إن النساء لا يسافرن مع الرجال. هذا صحيح، لكنك قلت هذا منذ سنين مضت. وما زلت أقوله. لكني لن أسافر عبثا، إنما من أجل مقابلة رسول الله. انتظرت ذلك كثيرا. افعلي إن وجدت رفيقة. لقد حاولت مرات كثيرة. والنتيجة؟ إنهن يخفن أهل مكة، يخفن الضرب والإهانة. حقا، فلن تحتملن ذلك. هذا لا يهمني. اسمعي، إن شاء الله سيأتي صلى الله عليه وسلم إلى هنا وسترينا. وإن لم يأتي؟ اعذريني نسيبة، عليك عندها برفيقة. نسيبة، ثمة امرأة هنا في يثرب، وهي أسماء بنت عمرو، وتدعى أم منيع، فربما ترافقك. لن تندمي على الذهاب معي يا أم منيع. أجل، فكم أتوق لرؤية رسول الله. ليست كل القافلة من المسلمين، إن علموا من سنلاقي هناك فلن ننجو. نذهب لنلاقي رسول الله في الليل. وعندما وصلتا هضبة العقبة، قابلتاه صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. قام عمه العباس بالتحدث إليهما وإلى الآخرين ممن أتوا إليه قائلا: تريدون أن يعيش رسول الله بينكم وتقدموا له الحماية، لكن هل فكرتم بما ستواجهونه في تلك الحال؟ سوف يضايقونكم ويقاتلونكم، وستعيشون بلا أمان إلى أن يأذن الله تعالى. فهل ما زلتم مصرين على لحاقه بكم؟ حتى وإن كلفنا ذلك كل ما لدينا من أموال وأشخاص، نصر على هذا الأمر. وحدثت هناك البيعة. في تلك الليلة بايع كل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما فيهم نسيبة التي تنكرين وجودها. وفي اليوم التالي سمع زوجك بذلك الاجتماع السري. قريش، ماذا يريدون؟ إلى أين تتجهون؟ إلى يثرب. ما الأمر؟ هناك من اجتمع مع محمد ليلة أمس. لم نعقد أي اجتماع. بل بيعته علامة على القوة؟ جيش يسيطر على مكة؟ لا شيء. لكنكم قابلتموه. لن تستطيع خداعي. سنعاقب كل من يكذب في مكة. أرى امرأة لا تستطيع إخفاء الذنب. قولي كل ما تعرفينه. أنت أو هي لا يهمني، قولي الحقيقة، لما قابلت معه؟ قولي. لن تتكلمي؟ ويحكم جميعا.
ليقتلها. لما لم يقتلها ويقتل محمد؟ حاولتم هذا، لكن الله حماه. عليك أن تعترفي بذلك. فعندما اقتحموا عليه بيته لم يعثروا عليه، مع أنهم لم يروه خارجا منه. أين هو؟ لا شك بأنه عند صديقه أبي بكر. لما هذا الطرق؟ ابتعدي يا أسماء. لن أسمح لك بالدخول. أين هما؟ عمن تسأل؟ عن والدك ومحمد. أبي مسافر، ولكن عندما سيعود ويعرف بأنك قد سيلقى هذا إن عاد. لن نجد غير هذا. اتركني. ماذا فعلتم بها؟ لا تقلقي، أعلم بخروجهما معا. أين ذهبا؟ تكلمي. لقد أخبرتك بالذي أعرفه. راقبوها جيدا. أعلم أنني أقوم بالفعل الصحيح. أنا مستعدة لأن أخاطر بنفسي من أجل سلامته صلى الله عليه وسلم وسلامة أبي. ما زالا يراقباني. لن يكون الأمر سهلا علي. لن تذهبي إليهما، أليس كذلك؟ إنهما يراقبانك ويبحث القوم عنهما في كل مكان. ذهابي لا بد منه، فلن أجازف بإخبار أحد عن مكانهما. لكن ليس لديهما شيء، لا ماء ولا طعام. هذه مخاطرة، اكتفوا بضربك سابقا، فإذا فعلت فما الذي سيحصل لك؟ لن أغير رأيي مهما حصل، سأذهب إليهما. ماء كثير لامرأتين. سيأخذانه إليهما. وبذلك سوف نعرف مكانهما. هيا. لم أعد أراها هنا. هل تظن أنها أرأيت؟ أخذت جملاً آخر. أرى أثراً. هيا. من هنا. خدعتنا. ساعدت محمداً في الهرب؟ الحمد لله، فلو لم يهاجر لكان أبي وأخي حيان الآن. قتلهما عمه حمزة. المسلمون لا يعتدون على أحد، وحمزة لم يكن ليقتل أباك وأخاك لولا أن كيف تجرؤين على مهاجمة أعز الناس على قلب هند؟
تبتلعين حزنك على أخيك وأبيك بدل مشاركة الآخرين؟ لا، لن أبكيهما حتى لا أشمت المسلمين بي. لا، لن أبكيهما حتى أنتقم بقتل حمزة. أصيب الهدف ولك دينار يا وحشي. هيا هيا يا رجل، هيا هيا هيا. أنت لها. أحسن أحسن، رمية موفقة. سأشتري لك الحرية إن أصبت في المعركة رجلا. هذا الرجل هو حمزة. ذاك يتكلم مع الجنود. وأنتم أيها الرماة، رابطوا في أماكنكم وراقبوا عدوكم من كل الجهات، ولتكونوا لهم بالمرصاد. وهكذا سوف يقتل محمد أيضا. لن تستطيعي ذلك يا هند، سيفدي كل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطعتم ذلك في أحد، وعددكم كان 3 أضعاف. هناك سقط جندي آخر. أصيب رسول الله. ماذا؟ من سيحمي رسول الله؟ أيها الرجال، لا نسيبه، عودي. سأدافع عن رسول الله. اذهبي نسيبة. لا، ادعو يا رسول الله بأن أرافقك في الجنة. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى درعا، وعلى الرغم من إصابتها إصابات بليغة، إلا أنها لم تكف عن متابعتها حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت قصة امرأتين فقط، ولكن الإسلام مليء بنساء عظيمات مثل أسماء ونسيبة، مستعدات للتضحية من أجل رسول الله. فنحن لسنا مخلوقات ضعيفات يعشن على هامش الحياة ومن دون هدف، فنحن نعيش للدفاع عن الدين ونموت لأجله. سوف تموتين لأجله. أخذتم كل شيء مني أيها المسلمون، ما عدا حقدي وكراهيتي، لذلك سأنتقم منك. خذي هذه الطعنة. لن أسمح بالعنف في منزلي. لكن يجب أن تموت، لقد أصبحت مسلمة، عليك قتلها لا عونها. إن قتلتها اقتليني، فقد أصبحت مسلما. لا لا لا. فكري قليلا، إننا نقاتل من أجل أمر زائل، من أجل السلطة والنفوذ. لن نحقق أي كسب حقيقي ما لم نكن مسلمين نؤمن بالله وحده ولا نعبد سواه. لقد جننت. لا. وهل ستقف مكتوف اليدين عندما سيقتلنا المسلمون؟ سيدخلون مكة بسلام وأمن.
لم أرى أغبى منك أبدا يا أبا سفيان. تصدق أقوالهم لأنك أجبن من أن تصدهم، أما أنا فلا. أرجوك أن تسامحينا وأنت حرة. يريدون قتالا مطلقا. خرجت لكي أقاتلهم وشهرت عليهم سيفي، لكنني فوجئت بمد أيديهم إلي. هند، لم يبق لك سوى أن تسلك درب الرشاد، أعني الإسلام. كيف ندير ظهورنا لكل ما آمنا به سابقا، لكل ما أمضينا حياتنا؟ لا، وما نفع ذلك؟ من الخطأ أن نستمر بالعيش مع الأكاذيب بعد أن ظهرت لنا الحقيقة جلية. أريد أن أبدأ من الآن حياة جديدة. أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.